خليني اسالك، هل كان في تركيز على انهاء الهجمات بشكل صحيح وترجمتها لاهداف؟ احنا طبعا كنا شايفين في الفترات اللي فاتت او في المباريات اللي فاتت دي ان اغلب الفرص اللي كانت بتيجي، الفرص السهله كانت بتيجي للنادي الاهلي، كانت في الاخر لا تترجم لاهداف، ويمكن ده كان سبب كبير جدا في خسارتنا للكثير من النقاط. شايف كان في النهارده تركيز على الجانب ده في التدريب؟ استاذ شيماء النهارده ما كانش موجود، لكن امبارح واول امبارح واول الراجل بيبقى حريص 3 4 ايام في الاسبوع، بيبقى في تمرين تخصصي على الجول، عرضيات من الاجناب، انفرادات، اختراقات من العمق، علشان اللاعب يعرف يفنش الهجمه، يعرف يجيب جول. انا ملاحظها في تمرينات الراجل صراحه، فترات كتيره جدا بيبقى عنده التخصص على الجول اكتر من اي تمرين تاني، عشان خاطر الناس ما تضيعش فرص كتيره، بيبقى الاجناب اذا كان جيلاردو بيخش جناح يمين بيخش يعرف يخش مواجهه تاني علشان يعرف يجيب جول، اختراقات من العمق اذا كان اجاييه اذا كان مروان اذا كان صلاح، الناحيه الشمال اذا كان محمد شريف او اذا كان الشيخ او اذا كان مؤمن، يعني الراجل بيشتغل على الناس كلها، اختراقات من اليمين اختراقات من الشمال اختراقات من العمق علشان الناس تعرف تفنش الهجمه تعرف تجيب جول. اذا كان ازارو بيضيع كتير في التمرين، لكن ازارو بيجيب اجوان عالميه، انا شفت تمرين اجوان ازارو لو جابها في الدوري الممتاز تكسر بيها الدنيا يعني.